السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعد علينا وعليكم الأيام دايما كلها بخير بإذن الله تعالى. إن شاء الله نستقبل أسئلة حضراتكم إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله مش هنطول مع بعض، إن شاء الله يكون لقاء سريع ويكون مثمر وهادف بإذن الله تعالى. طيب، في سؤال على المسمار المخاعي التشابكي اللي هو كسر عظمة الساق وبنعمل مسمار مخاعي تشابكي. ففي ملك بتقول ان هي عندي كسر زي اللي في الصوره ونفس المسامير وكل حاجه، بس انا رجلي بتورم في وجع فظيع في الركبه والمسامير اللي تحت، وبقالي 9 شهور والدكتور قال لي ان احنا هنشيل مسامير اول ما تتم السنه. هو المفروض ان احنا مش اول ما تتم السنه، اول ما الكسر يلتئم، يعني لو الكسر يلتئم وعامل مشاكل ممكن ان احنا ايه يعني نشيل مسامير، بس اهم حاجه ان يكون الكسر ايه ماشي في بطريق كويس، وان يكون بيلتئم بشكل كويس، يعني يكون الكسر ماشي في طريق كويس وطريق التئام والامور ماشيه طبيعيه وكويسه. دي اهم حاجه احنا بندور عليها، والمفروض او المعتاد يعني ان الامور تكون بتتحسن تدريجيا. فكون طبعا في الم وفي ورم، الورم دوت بننصح ان انت حضرتك نايمه ترفع رجلك لفوق عشان الورم ده يروح، ونتابع العمليه كويس، ولو في اي حاجه تعالين ان شاء الله باذن الله بحيث نشوف هل في مشكله ولا ايه بالظبط. طيب، في سؤال بيسال على غضروف الرقبه، وبيقول ما هو اسباب تقل الجسم والفك؟ والله تقل الجسم والفك ده حاجات كتير، من ضمنها مثلا ممكن التهابات المفاصل، ممكن يكون نقص كالسيوم، نقص فيتامين د، ممكن يكون مشكله في الغضاريف، ممكن يكون مشكله في الاعصاب، اسباب كتير جدا ممكن تعمل هذا الكلام. طيب، في سؤال اخ اسمه نور بيقول انا كنت عندك النهارده وعندي تقوس، وحضرتك وصيت بتغيير المفصل، ان عملنا وصيت تغيير المفصل عشان ايه؟ عشان في خشونه وفي تقوس، تمام؟ لما بيكون في تقوس ولسه ما عملش خشونه يبقى ممكن نعمل ايه؟ نعمل استعداد للتقوس. هل هو ممكن نعمل تعديل التقوس بشريحه بدل تغيير المفصل؟ هو الى حد ما ممكن، بس بيبقى النتائج اقل مما لو كنا نعمل تعديل والمفصل لسه بحالته، او لسه ما المفصل ما حصلش فيه تاكل او خشونه. فاذا كان المفصل حصل فيه تاكل او خشونه بيبقى يعني الى حد ما مش كويس قوي، فبالتالي احنا ممكن ان احنا نلجا لعمليه تغيير المفصل. وان كان في بعض الحاجات ممكن ان احنا نعمل برضه تعديل للتقوس، لكن لما يكون السن كبير نسبيا يعني بنقدر نعمل عمليه تغيير مفصل واستعداد للتقوس في نفس الوقت. فهي القصه عمليه ايه؟ يعني هي مكسب وخساره وحسابات يعني. طيب، في سؤال بيسال على محمد بيقول على كسر الحوض، بيقول ان الايه الاصابه لها 3 سنين ينفع التعالج، مع العلم ان في كسر وعوجات في الحوض. طبعا ده في يبقى الامور طبعا لما بتتلحق بدري كل ما كان يبقى افضل. لما تكون الامور بتتلحق بدري والعلاج يكون في الميعاد المناسب طبعا افضل بكتير ما ان احنا بنعالج كسر وكسر لحم غلط وفي الحوض وهكذا، ممكن تبقى الامور تكون ايه اصعب بكتير. طيب، في علي البصراوي بيقول ايه عندي تنخر بعظمه الورك مرحله ثانيه عمر 22 سنه، فممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل تخريم للعظم، تخريب للعظم ممكن لو كان لسه الموضوع في بدايته، ممكن نعمل قص عظمي واستعداد لو كان الموضوع في بدايته، لكن لو كان التاكل وصل لمرحله ان المفصل بدا يحصل فيه كولابس او المفصل ينهدم، يبقى الحاله دي تبقى ممكن يكون مفيش حل الا عمليه تغيير المفصل تكون هي الافضل. طيب، في سؤال بيقول ايه ما هو سبب تقطيعه الركبه اثناء التمارين بعد عمليه منظار غضروف واصلاح رباط؟ والله بالنسبه للتقطيعه دي ممكن تكون بسبب الخشونه، ممكن تكون بسبب الغضروف او الرباط، يعني دي اسباب. فبتعمل اشعاعات وتشوف الدنيا اخبارها، ما لقيتش في حاجه يبقى ممكن يكون التقطيعه دي حاجه طبيعيه ما فيهاش مشكله ان شاء الله. محمد سعيد بيقول السلام عليكم يا دكتور، اتشخصت من يومين تيبس فقاري السن 52 سنه، مع العلم ان اي الم بيزيد بالحركه وبيقل مع الراحه، وعملت رنين على المفصل العجزي طلع ملتهب، كده التشخيص صح ولا اجي لحضرتك؟ والله بالنسبه للموضوع التهاب في المفصل ربما يعني ربما، لكن طبعا بالنسبه لتيبس الفقاري ليه علامات كتير، من ضمنها الفقاري بتبقى يعني باين في الاشعه العاديه واشعه الرنين، وفي تحاليل وفي حاجات كتير قوي
فايت لو تشرفنا ان شاء الله ونشوف الدنيا. الموضوع طبعا ما بي ايه ما بيتاخدش كده خلال يومين او بالسرعه دي. طيب في بيسال على عمليه تغيير المفصل، بيقول ان هو كان مركبين درنقه والدرنقه ما نزلش فيها دم بسبب تورم نوم المريض على الخرطوم الخاص بها، وبعد العوده للمنزل وجدنا اثار الدم على لزق الجرح من الخارج. ما معنى هذا؟ معنى كده ان الدم ايه؟ الدم خرج من بره. طب ممكن يبقى في الحاله دي نعمل ايه؟ نعمل تغيير على الجرح، يعني نغير على الجرح ونشيل الدم ده وبعدين نرجع كل حاجه ايه زي ما كانت. ان شاء الله يكون ده حل كويس ان شاء الله تعالى. طيب سؤال تاني بيقول عامل عمليه انزلاق غضروفي الفتره السادسه والسابعه، كنت متحكم في المشي وتنميل في اليد وبعد العمليه ما زادت الاعراض وما راحت مع العلم من 25 يوم عملت العمليه. والله يعني يعني لما بيكون الموضوع الامور باذن الله العمليه يعني صحيحه ومظبوطه ان شاء الله، وانت برضو عملت العمليه في الوقت المناسب، يعني احيانا بيبقى المريض بيتاخر على العمليه، تقول له مثلا ان انت محتاج عمليه يقعد يتاخر سواء بقى بمزاجه او غصب عنه وهكذا، فبيبقى الامور بتبقى ايه بتختلف، فبالتالي يبقى ممكن ياخر او ياثر على جوده النتيجه اللي بتحصل من العمليه. لكن يعني مفترض او متوقع ان يبتدي يحصل تحسن مباشره باذن الله، مع تحسن ولو طفيف يعني، بحيث ان بعد كده ان شاء الله يتحسن شيئا فشيئا، ان شاء الله تكون من ذلك يعني، او كده شرفنا ان شاء الله ونشوف حضرتك. طيب هديل بيقول ايه، عندي مرفق التنس تنس البو في ايدي اليمين واخذت علاجات ومضادات التهاب لمده سنه ونص وعم فكر بالعمليه، والله ممكن تعمل حقن سواء حقن كورتيزون او حقن بلازما ممكن تكون حل، لو ما فيش الكلام ده ممكن نفكر في العمليه ممكن يكون ده كويس. طيب يا دكتور انا حصل لي تمزق في ارضيه الكاحل وعملت كبيره عشان ما كنتش قادر اتحمل عليها وفكيته من اسبوعين وبمشي بس بحس بالم وتورم كل ما امشي عليها، واخدت امبيزيم والفنتان لمده شهر ومش نافع، اعمل ايه؟ والله ممكن تعمل اشعه رنين، لان ربما اشعه رنين واشعه عاديه، لان ربما يكون في كاست او ربما يكون في تمزق في الاربطه هو اللي عامل المشكله ديت، وبالتالي يبقى يكون العلاج ممكن تكون محتاج جبس او محتاج عمليه. لكن بننصح وحضرتك نايم ترفع رجلك لفوق دايما عشان الورم ده مش عايزين ورم خالص، دايما نحرك صوابعنا برضو عشان نقوي العضلات. طيب سؤال مستر باندا، السلام عليكم، انا عندي عظم زائد تحت الصابونه ومكسور، ازاي اتواصل معاك؟ ممكن نعطيه الوصف او تجي لي لو ايه تنصحني، يا ريت. انا عندك رقم ارسل لك واتساب، ارسل لي رقم واتساب، ماشي الواتساب موجود ان شاء الله، ارسل لي ونشوف الدنيا اخبارها ايه. لكن عظم زائد تحت الصابونه بتاع الركبه، يعني عظم زائد ممكن ده يكون اسقط شلتر او ممكن يحتاج عمليه عشان نشيل العظم الزائد ده ربما. السلام عليكم دكتور، انا من العراق، وقعت على ايدي اليمنى وانكسرت، حاليا مجبس شهر ولسه بتوجعني، يبقى اذا هي ممكن تشوف ممكن تكون الاشعه مش مظبوطه او الدنيا مش مظبوطه. الموضوع بدري، تلحق الموضوع بدري، لان ربما يكون محتاج عمليه، محتاج رد للكسر، محتاج اسلاك، يعني ممكن الامور تكون اطمن على الاقل يعني. سؤال بسمه، ما هي اعراض التهاب المفاصل من فضلك؟ اعراض التهاب المفاصل ممكن يكون يعني ورم، احمرار، الم، الحركه بتاع المفصل تكون مش مظبوطه، في طقطقه في حركه المفصل، المفصل ما بيتحركش بشكل سليم، ما بتقدرش تستعمله بشكل سليم، دي الاعراض اللي احنا بنشوفها لما يكون في التهاب مفاصل. طيب في سؤال بيقول ان هو بعد تعديل التقوس، تقوس الركبه يعني، حصل سقوط اصبع القدم الكبير، ما السبب؟ الخوف انه يكون في حصل لمس للعصب اللي بيغذي الرجلين وعمل الكلام ده، خوف من هذا. ففي الحاله دي المفروض تعمل رسم عصب، ويا ريت نشوف حضرتك برضه نشوف ايه السبب في القصه دي. طيب انا عندي كسر في العضد من 4 سنين، عملت تركيب مسمار نخاعي وبعد سنتين لم يحصل التئام وشلت المسمار وركبت شريحه، والان عندي سنتين وفي حركه في اي ما في مكان الكسر، يعني حركه مكان الكسر معنى كان الكسر ما التئمش. حركة في مكان الكسر معنى كان الكسر لم يلتئم بالشكل الصحيح، فدي مشكلة.
بقول لك مع ايه؟ مع ان حركة الاصابع كويس، ما في الم. لما ارفع ايدي لاعلى قال في امل تلتئم بعد العمليه او تحررها ان شاء الله. لو كان في فرصه نتقابل بالليل نتقابل تاني، او ان شاء الله باذن الله يبقى لقاءنا الايه الاسبوع القادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.